امال رونالدو عايز يخرج من البريمير ليج يعني. اي مشكله حد. مشكله المان يونايتد شفتها ازاي؟ هل كنت تتوقع هذه البدايه للمان يونايتد؟ هل كنت تتوقع هذا التصرف، وان يوصل يوم من الايام ان انديه كثيره جدا بترفض انضمام رونالدو؟ شايف المان يونايتد ازاي، وشايف الكيس بتاع كريستيانو عامل ازاي مع المان يونايتد؟ المتتبع لمانشستر يونايتد منذ عهد رحيل أليكس فيرجسون في واخر بطوله اخذوها، كان اخر دوري يعني من 2013، 9 سنين، يتاكد ان ده كان هيحصل. لان هم المشكله في وجهه نظري في مانشستر يونايتد تحديدا مش في الجهاز الفني وفي اللعيبه، لا، المشكله عندهم في العقل المفكر، الاداره، آلا جليزر الامريكان، اللي هم المتحكمين يعني، او اصحاب النادي، هم اللي عندهم تحس ان هم يعني انتوا يا جماعه مش عايشين في الدوري الانجليزي. يعني مثلا لما يكون المنافس التقليدي بتاعه او الجار الغريم التقليدي اللي هو مانشستر سيتي بيجيب واحد زي هالاند، لما يكون ليفربول بيجيب نونيز وهو مش بيفكر خالص في الحاجات دي. يعني حضرتك تعلم ان هو دخل في صفقه نونيز بس توقف عند 50 مليون في حين، طب ده كده انت كده عايز تنافس يعني؟ وساب بقى الساحه ليفربول، خده في الاخر ب 75 او 80 مليون يورو على ما اتذكر، او استرليني. ما هو دي مش منافسه، انت كده مش داخل تنافس. مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي دخل يهرج بكل امانه، دخل يهزر بصراحه. وبعدين يعني الدوري الانجليزي ما فيهوش هزار، انت اديك شايف الدنيا عامله ازاي يعني. كمان نونيز كان الاختيار الاول بالنسبه لهم، كان اختيار رقم واحد. طب بيحطوا اثنين يعني، اي وبي وسي. اي كان نونيز راح، تخيل كان بي كان مهاجم اياكس انتوني، برضو ما جابوهوش. السي كان بنجامين سيسوكو تقريبا، برضو ما جابوهوش. في النهايه مش يعني دي خطط ناس داخله تهرج في الاخر. انا في وجهه نظري لو استمر يونايتد بالشكل ده يستحق، مش بس يخرج، يستحق ان يخرج على مستوى الاداره الفنيه طبعا. يعني قبل طبعا كل الناس بتتكلم انه مدرب هايل، مدير فني على مستوى عالي جدا، عمل يعني شغل كبير جدا مع اياكس، ولكن سيئة. وكان الناس متوسمه خير. لكن واضح كمان انه تنهج يعني زي ما بتقول كده، مفيش حاجه في ايديه، وما كان قبل كده مورينيو والاسماء برضو كبيره، لكن وفان جال. لكن هي المشكله زي ما قلت حضرتك في اللعيبه، انتوا يعني ده تلاحظ برضو في السنين الاخيره، دايما بتعاقدوا مع لعيبه كبار في السن. يعني كان كافاني تقريبا، وكان ايجالو النيجيري، وحتى رونالدو يعني في النهايه برضو انت متعاقد مع 36 سنه، انت برضو إريكسن، كريستيان إريكسن بالظبط. يعني انت داخل بتهرج في النهايه. دي النتيجه طبيعيه تماما تماما تماما. واذا كان الناس زعلانه او محب اليونايتد وجمهور مانشستر يونايتد كان زعلان على ان هو السنه اللي فاتت مركز سادس، ما اعتقدش انه هيوصل للمركز ده يعني بكل امانه. ممكن يتحسروا على ايام رالف رانجنيك. وانت شايف كده الرقم كبير يعني، لو ترجع لنا كده الصفحه اللي فاتت والرقم كبير بتتكلم على مانشستر يونايتد والهزيمه 4-0، وال 4-0 ده كان في اول 35 دقيقه، اول 35 دقيقه يعني. فده بيدل ان لا، المان والقادم اسوأ. القادم عندك أسوأ زي النهارده مباراه ليفربول، القادم صحيح. اسوأ. دي ناس داخله ما بتهرجش، حتى اذا كان مثلا فريق ليفربول، والحديث طبعا هيجي عنه، اذا كان فقد نقطتين في اول مباراه، لكن في النهايه بيجمع نقاط. لكن انت داخل، عايز اقول لك يا كابتن، ان مانشستر يونايتد فقد هيبته في ان هو ما بقاش النادي اللي اللعيبه عايزه تروح له عشان دي جنه كره القدم. ما بقاش ده خلاص يعني خلاص. تخيل ده اكتر نادي حصل على البريمير ليج يعني من كل انديه الدوري الانجليزي، هو اكتر نادي حصل عليها منذ انشائه. خلاص هو فقط كل الكلام ده، ما بقاش حتى يشارك في بطولات اوروبا، يعني قريبا مش هيشارك في البريمير ليج، في الاوروبا ليج، وممكن حتى في دور المؤتمر ما يلحقش. فرانكي ديانج حتى نجم برشلونه كان متواجد بشكل مباشر للمان يونايتد، اعتقد دلوقتي في خطوتين لورا يعني. لا 100 خطوه لورا، ما حدش يروح يعني. يعني انا اعتقد مثلا حضرتك بتتكلمي بقى على رونالدو ظلم نفسه لما راح اليونايتد، واللي قاله روح اليونايتد بس هو عدى موسم كويس يعني. يعني ماشي على مستوى الاهداف، على مستوى الاسيست، عنده فرصه 15 يوم، عنده فرصه 15 يوم يلحق يمشي، لان المركبه بس دي هو عايز يروح نادي بيلعب في دوري ابطال اوروبا. عنده بروسيا دورتموند يعني، الوحيد اللي ممكن يتنازل شويه. العقليه الالمانيه انا بقول لك من دلوقتي صعب شويه. طيب تعال نخش زي ما اتكلمنا، ان المان يونايتد خسر 4-0، كمان حامل اللقب السيتي بيفوز 4-0 طبعا على الوافد الجديد للبريمير ليج، ولكن نتيجه كبيره، نتيجه تقول لك ان لا يعني المان سيتي
ما زال هو المرشح الاقوى لغايه دلوقتي. بالظبط يعني حتى لسه بدري، لكن واضح جدا من الاداء. حتى لما يعني ايه هرجع سنه بس لمانشستر يونايتد، مش بس الهزيمه اللي هي المخزيه، لا كمان انت ما رحتش للجون، يعني ما عملتش حاجه. الشيء بالشيء يذكر هنا في السيتي، انت مقدم كسبان 4 بس انت طول الماتش مسيطر، بتضيع اهداف. يمكن هالاند ما سجلش المره دي في الجوله دي، لكن ضيع فرصتين كان يقدر يسجل. النتيجه سهله جدا مع مانشستر سيتي، كان يقدر يكسب 6-0 و7-0 بصراحه. سيتي ناوي. بص، محاولات على المرمى 18 محاوله بالظبط، ما بينها 8 ما بين القوام العرض، بتتكلم في المقابل 3-1. لا بتتكلم على نسبه استحواذ عاليه جدا، وصلت يمكن ل 70%. فالارقام دي ده ما بيهركش بقى. ده بقى يعني اللي ما بيهركش، ده ما بيهركش، ده داخل عارف ان هو مش بس مسيطر على بطوله الدوري، لا ده هو اصلا خد بطوله الدوري السنه اللي فاتت في اخر ربع ساعه من البطوله، مش في اخر ماتش ولا في اخر اسبوعين ثلاثه، لا ده خدها في اخر 10 دقائق وربع ساعه. طبعا لو حضرتك تتذكر المباراه كانت تقريبا مع شيفيلد يونايتد، مش متذكر، وكان الاحداث الدراميه بتاعتها في صحيح. في اخر دقائق لما مغلوب 2-0 وبعدين جابوا الهدف الاول ثم التعادل ثم كسب 3-2، برده كانت على المحك، يعني نقطه واحده تتيار وتخلي ليفربول يفوز. فهو عارف كويس جدا ان المنافسه مش سهله مع فريق زي ليفربول، مع فريق زي تشيلسي، مع فريق السنه دي غريب جدا زي ارسنال، عارف ان المنافسه مش سهله. عشان كده النقطه لها يعني تقلها ذهب، ده يعني معدي الذهب كمان تقلها ماس. صحيح. فده فريق ما بيهركش، بيبين لك مش مجرد انه يكسب، طبيعي جدا سيتي يكسب ويكسب 4 كمان، لكن هي لا واضح انه عازم ان هو اكتر من كده، يعني لا ده مصمم زي ما قلت لحضرتك، فريق ما بيهركش بعكس طبعا.